إيه يعني أنا لأنه تهجرت، يعني أنا نحن تركنا بيتنا بالحرب، تركنا ضيعتنا وخسرنا كل شيء يعني. وهذا التهجير كتير حطنا أمام يعني تحديات كتير كبيرة بالحياة، يعني بين أنه أنت بطل عندك بيت وين بدك تنامي، أنت ما عندك بقى تياب، مين بدي يعطف عليك ويجيب لك تياب لحتى أنت تلبسي. والتحدي الأكبر يعني هو أنه وصلنا لمرحلة أنه أهلي ممكن مش قادرين بقى يكفولنا علمنا. هذا هو التحدي رح يكون، أنه قديش منعرف بعض بس نقدر بنفس الوقت نطلع أشياء جديدة ما منعرفها عن بعض قد ما فينا يعني. وأنا كنت كتير يعني بحب أتعلم، كنت حب أنه مثلا دايما ما بعرف هيك، لأنه ممكن أنا كنت عايشة ببيئة ضيقة، وحس أنه الأفق طبعي هي برات هالضيعة ببيروت. وأحلم دايماً كنت أنه كيف بدي أخلص أنا مدرسة وبدي فوت على الجامعة وبدي أتخصص وبدي تصير شي حدا مهم بالحياة. فبتذكر نحن تهجرنا مرتين، يعني نرجع ونرجع نتهجر. كنا صرنا بمطرح بعمر أنه أنا 15 سنة عمري، بيجي بيقول لي بيي انه نحن مش قادر بقى ادخلكم على المدرسه، وانا برايي انه خلص اللي تعلمتيه بكفي. شو صعب اخ، يمكن اكثر هي رح تتعرف علي كانسانه وانا رح اتعرف عليها اكثر كانسان، يمكن رح اتعرف اكثر على ماضيها، هي رح تتعرف اكثر على ماضيه، رح اتعرف اكثر على جروحاتها على وجعها. هو قال لي هيك انا حسيت كأنه خلص سكرت الدنيا بوجهي، وين أحلامي؟ أنه أنا حلمي أني كفي علمي وفوت على الجامعة وصير شي حدا مهم وتعلم وهيك. كنت يعني ما بقدر جادله لأنه الوضع كتير صعب وبي شخصيته كتير قوية يعني. فقمت قعدت برا على البلكون كان وقت الشتي، تحت الشتي كل الليل عم ببكي. قالوا لي اخواتي الكبار انه انا الوسط بالبيت، قالوا لي فوتي، فقالوا لا ما راح فوت. لما بيجي بيقول لي بيي انه رجع عن قراره انه هو رجع راح بكره يروح يسجلني بالمدرسه ويفتش وين ما كان، ما فرقه معي حيلا مدرسه بدي فوت، انا بفوت على البيت. اوكي شو صار؟ ايه انه منا هنا رجعت لما شافني هالقد يعني عملت انهيار، ما عادش اكلت ولا شربت ولا شيء وتحت الشتاء قاعده.